السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم نديرو عجه بالمرقاز. المقادير واش لازمنا؟ لازمنا بوغ لا صوص روج، هي تجيب لا صوص روج، ثوم، سنينه ثوم، ورقه رند ولا زوج، واحد فلفل حار، عندنا المرقاز، كميه من المرقاز، لي زيبيس. عندنا نبداو بالملح، الكركم، حمار، بابريكا، راس الحانوت، شويه كمون، فلفل ابيض هنايا، ومغرف كبيره زيت نباتي، وطماطم كونسونطري، وعندي البيض، هنا نقولوا العظام. نبداو بسم الله. عندي ولا صوص طوماط، ربيت الحبات تاع الثوم، ربع حبات تاع الثوم، نحط الرند، نحط الزيت النباتي، الفلفل الحار، ولي زيبيس، نخلطهم مليح، ندير الطماطم، مغرف طماطم مصبره، ونحط الماء سخون نمرقها، ما با النص نمرقها، ونخليها تغلي مليح، نزيد لها مغرف سكر، نخليها تغلي مليح، ونغرف، نقص المرقاز حبه، نقصها على ثلاثة ولا على أربعة بالشكل هذا، بعد ما مرقتها بالماء سخون خليتها غلات مليح، كي تلقاي الطماطم ناقصه زيدي لها شويه، نخليها الزيت تقل شويه والفلفل يطيب، ونزيد لها المرقاز. فوالا نخليها تتقل، كي تنشف المرقه مليح نزيد لها العظام. هنا تقلت لاصوص، نحي الفلفل، نفقص العظام، البيض يعني فوق لاصوص، خليه يطيب شويه ونطفي عليها ونشوفوها في صحن التقدير. هنا وجدناها، حطيتها في صحن التقديم، بنينه تهبل، الريحه تاعها تشهي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنساونيش بلايك وابوني. باي باي.